غدار يا خاين يا غدار يا غدار. واسير حساك يا خاين يا عاوز شي يامو؟ يامو انتي هون يامو؟ يامو بدك شي؟ يامو؟ يامو خير في شي يامو؟ 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 العمى يخرب بيته شو ما في شرف العمى على القصة مسعيد هاي القصة ما بينسكت عليها بدو شو بدك تساوي ابن عمي شو بدي ساوي لازم ساوي ايه رح اروح لعند ابو عامر احكي له شو صار معنا ليلة مبارح طب لازم يلاقوا لي حل لازم يلاقي لي حل ايه ابن عمي لازم تروح لازم كبارية الحارة يحمونا لك
ياخ لازم يعرفوا لهاد منو هاد، لازم يشحطوه من رقبته قدام الخلق كلها، يشنوه بنص الحارة العمى. لك شو اعراض الناس الخيصة؟ الله لا يوفقك، يخرب بيته الهي. هذا مو شغلك يا ابو سعيد، انت بتتصرف انت وحرمتك مثل ما بنطلب منك. امرك سيدي امرك. الامر لله. اسمع عمي، من اليوم بتطلع وبتفوت ولا كانه في شيء، بتقعد بالقهوه بتمزح مع الناس وبتنكت عادي، وحرمتك نفس الشيء، بتفوت على كل بيوت الحاره. وبنتي سيدي بنتي بتضل بالبيت. دخيلك يا ابو عامر، بدك تبقى بالبيت لحالها؟ لا تخاف، قلت لك انا والمختان مرتبين لشيء لحتى نكون شو الواطي، بعدين من اليوم رح نراقب بيتكم. قومي تقبريني، قومي هي اجى الخبز تازع، يلا يا عمري، قومي بركي بتقبلي لك شوي. تركيني يا امو تركيني، مشان الله تركيني. ما عندي قابلية غير للموت. بعيد الشر عن قلبك، ان شاء الله اللي عمل معك هالعملة هو اللي يموت. قومي يا عمري انت، قومي كرمالي، يلا تقبريني انت، يلا يلا حبيبتي يلا. خبزات بجننوا، يلا عدي. يلا حبيبتي يلا مدي ايدي. يا عمو رشيدة، يا عمو رشيدة، يا عمو جيتك، لكني يا عمو جايتك، يا عمو جايتك، خير يا عمو؟ شوفي يا عمو أنا رايحة. لا لا، وين بدك تروحي وتتركيني؟ ليكي يا عمو، بتفوتي على أوضتي وبتسكري على حالك وما بتطلعي منها لحتى أرجع. خلص روحي يا عمو، روحي، مع السلامة، روحي. شو قلت لك؟ على أوضتي. ها خلص فهمت فهمت، روحي. يلا بخاطرك. الله معك يا مو، الله معك يا مو. يلا مطيعة أنا جاهزة. ليش ما جبتي رشيدة معك يا سعيد؟ اختي بتتسلى. لا خليها بالبيت أحسن. لا يو، شو بالبيت أحسن؟ حريم على بعضنا، جيبيها المرة الجاية باخدها معي. يو، وليش للمرة الجاية؟ هلأ واصلة لعند الست شهيرة، بدي أشوف شو بدها وأرجع وخلصنا. والله ما عم بفهم عليكي أنت والست شهيرة، شو بدها منك؟ مطيعة خلينا نمشي. خفي رجلك مطيعة. خفيتها أم سعيد. يا مو يا مو، سعيد، يا أم سعيد، ولك مين؟ وينا؟ يا أخي ما بعرف، ما بعرف وين راحت، ما قالت لي. ما بتعرفي إمتى راجعة؟ ما بعرف أخي، ما بعرف. ماشي، خ...
بخاطرك اختي بخاطرك. تفضل كامل. سلمون. لك وينه هذا الشغيل مرزوح؟ حتى المعلم ابو رادة بذات نفسه عم يقدم على الزباين. بيكون عنده شي شغلة خطاي. لك يضرب هو وشغلته، حدا بيترك المعلم يشتغل. وانت شو بدك فيه؟ شو صار لك؟ يا اخي مو بلا شيء، بس يعني اكلها من معلمه ما لازم يدرو شغله. لا حول ولا قوة الا بالله. مرحبا ماجد. اهلين كداس، خير شباك؟ شفتني شي دايم سعيد طلعت من الحارة؟ ليش خير؟ شو بدك فيها؟ أنا ما بدي فيها شي، أختنا معلمي معاوزتها ضروري، رحت لعندها على البيت ودقيت على جيرانها ما لقيتها. بتلاقيها بشي بيت من بيوت الحارة. والله عن جد أي بيت؟ وأنا شو بيعرفني؟ بس إذا بدك دق على بيوت الحارة بيت بيت إلا ما تلاقيها. شو رأيك أجي فك الرقبة شيتا؟ شو بقى صاحبك مو عاجبه؟ بقى مو صاحبي ولا شي يا أخي، اتركه، شو بدنا فيه؟ سلم دياتك على هالمسبحات. صحة وهنا. ايوه خير. احسن ما اشخطك من الوريد للوريد. ها دخيلكم دخيلكم اجمعينا. لوين بتمشي؟ لوين؟ مطرح اللي اجيت منه. والله انا ما بمشي. يقول لك اتحرك. على بسطاك. لا استلم صياح. وصل شباب يعطيكم العافية. لا شوي 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 شوي
صياح الله الله اخلصوا بتسك بوزك ولا بخلص ما بدي حدا يشتري علينا فهمت؟ لا ما حدا بيشتري حاد داري لا دخيلك مال بخفى دخيلك حاولها طلعت انت يا عزير الفران طلعت انت يا قليل الناموس يا قليل الشرف لك الله لا يوفقك الله ينتقم منك يا رب الله ينتقم منك يا رب الله لا يوفقك هذا انت يا واطي بوسيدك يا قليل الشرف يا قليل الناموس بوسيدك يا معلم بوسيدك بوسيدك يا جيب سنارك انا مرزوق مرني روح انت الله يعطيك العافية خدامك يا انا بعمل شيء يا معلم انا بعمل شيء والله ما بعيدة اسمعوا لا انت بدك تكفر عن ذنبك وانا بأمرك يا كبير من ايدك هاي لايدك هاي بدك تتجوز البنت وتستر عليها انو بنت انو بنت يا ابن الحرام البنت اللي اعتديت عليها بس يا معلم انا بعمل شيء انا فت على البيت لأسرقه بس انا حرامي حرامي صياح باينتو بدي اشوف بزر مخهم لزق بالحيطان وانا جاهز يا كبير انا الحرامي انا حرامي ما قررت على شرف ابنهم تنكر اللي عملته معي يا ابن الحرام لا انا ما قررت عليها هي عملت حال علي وانا خرب بيت قلبك هلا بوصل بصيح دمك احكي انا بعمل شيء يعني هي قالت لي اعمل معها هيك وانا وافقت مشان الله اسمعني معناتها ما بدك تستر هالبنت لا لا سلمني للكركون انا حرامي حرامي ما فشرت اخذك للكركون يا ابن الحرام صياح خذوا لعند الرجال حتى يعلموك كيف يسفروا شرف البنات صار يا كبير لا تاخذوا من الحرق يا ابو عامر من رجعك اذا سترت على البنت واذا ما تجوزتها خليك عندهم حتى يربوك ويعلموك شلون تستر على البنت بس انا ما بعمل شيء ما عملت الا شيء امشي ولا اذا طلعت من الحرق ما راح اسكت راح اقول له معك سلاح كيف عم تهدد يا واطي معلم انت ما قلت لي انه هيك سوى بشرف المستوره ما حدا بيعرف يا غريب غيرك صياح هلا عارف معلم عم يقول انه هي كانت موافقة كذاب البنت ضريرة وضعيفة لو عرفته كنا مسكناه من زمان وحاسبناه ايوه لهيك ما بده يستر عليها ما شفته شو قال نازل يسرق البيت اللي ما فيه شي ينسرق الا شرف البنت لك صدقني انا حرامي بس بقرب على شرف المستورة قسما بالله اذا بتفتح تمك كلمه واحده بفضي الفرد براسك فهمت لا لا خلص خلص بطل تحكي لا امشي روح يا اخي ابو عامر الهي الهي يستر عليك يا حق الله يستر على الجميع يا ام سعيد الله يستر على الجميع خلص روحي شوفي بنتك وانت مطمنه يعني هيك القصه خلص خلصت لا والله ما خلصت شو شو شلون يعني ما خلصت يا ام سعيد ابن هالحرام نكر عملته ورفض انه يستر على البنت يبعدك الله يبعدك يا حسام وليه شو بده يصير فينا طولي بالك طولي بالك انتي انسان طولي بالك قولي على عمتي عمي على عمتي على عمتي الله بيسترها يا شهيرة رب العالمين بيسترها الله لا يمتحننا يا رب ويستر علينا دنيا وآخرة آمين يا رب العالمين آمين بس اللي بدي أعرفه شو صاير مع أم سعيد وليش ابن عمي ما بده يعني نسمع والله وأنا مثلك يا كاملة لحطه على ما أعرف على شو عم يحكم لا تخافي يا مو مسكونا عبد الحرام مسكونا علي للناموس
ما عرفت أبريني وطلع أجير الفران هو يلي لك الله لا يوفقه لك الله ينتقم منه يا رب الله ينتقم منه الحمد لله يا عمري الحمد لله أنه عرفنا مين هو يا ماما من أنا أعمل لك أنا شواز هذا الزلمة ما بتجوز عم تفهم علي مستحيل أتجوز هذا الزلمة أنا أتجوز